بكري كانوا كاينين عادات كتيرة مرتبطة بالحمل والولادة، وكل عروسة جديدة كانت تسنى بفارغ الصبر وقتها تجيها أي علامة ولا مؤشرة على الحمل. كما الدوخة ولا قلبها يدور صباح بكري، وكي تبدأ تشك كانت راح تسقسي عجوزتها ولا مرة كبيرة اللي يعرفوا يكشفوا مليح على هاد الحالة الخاصة تاع النساء. وهكذا العروسة الصغيرة كانت تعرف ولا راهي تقيلة ولا لا ووقتاش بدات رايحة تولد. بصح ما كانت تقول والو لحتى الواحد لمدة 3 شهور خوف من العين أو أي مصيبة قدرت تقيسها. وكانت تزيد تروح عند الطالب باش يدير لها حرز تحمي به روحها والصغير اللي في كرشها، وتربط داك الحرز في حزامها وتقعد به 9 شهور. المرأة الحامل يسيسوها بزاف، فالدشرة مثلا ما كانتش تخدم الشغل ولا تعمل الماء ولا ترفد الحطب، كانوا قانا يفشوها تاكل هي الأولانية وتاكل غير الماكلة المخيرة. أخطر من بكري يقولوا بلي المرأة الحامل كي تتشهى حاجة لازم تاكلها تمتم باش ما تخرج توحيمة على شكل طاشة حمراء ولا كحلة على جسم الرضيع كي ينزاد. ومازالهم الناس ليومنا هذا عندهم هاد العادة. كيفوتوا 9 شهور تاع الجوف يلحق نهار الزيادة. بكري المرأة كانت تزيد في دارها بالمعاونة تاع القابلة ولا ميمتها ولا عجوزتها، وساعات كانت حتى تزيد وحدها باستعمال حبل طويل مربوط في السقف برك، وكان المولود الصغير يزيد مباشرة فوق الأرض. وهذه الطريقة تاع الولادة معروفة في كامل أنحاء العالم من وقت الحضارة المصرية القديمة. خطرات كي الولادة ما تنجحش وما يقدرش يخرج الطفل من كرش يماه، يمدوا للمرأة الحامل زوج بيضات بزيت الزيتون باش يسهلوا لها الولادة، ولا كانوا يروحوا عند الطالب باش يكتب لها حرز واحد اخر. بعدم وجود الطبة كانوا الناس يجربوا كامل الحلول. الطالب اللي كان يمد لهم ما مرقي اللي يقرا عليها الفاتحة والبسمله وآية الكرسي وسورة القدر، والأم كانت تشرب من هاد الماء وتمسد به كرشها وتتمنى باش تسهل الولادة ديالها. على خاطر بكري كانوا بزاف نساء والأطفال يموتوا عند الولادة، وكانت هاد المرحلة تاع الحياة صعيبة بزاف، على بيها طول وقت الولادة ونساء يقعدوا غير يدعيوا باش تنبعد عليها الضرار هي وصغيرها، وتكون ديك الولادة فرحة على فرحة لديك العائلة. ومنحكي على زمان وش يخرج الروح من الروح. الله يبارك لكل مزيود راقد في الدوح ويجعله إن شاء الله على ماله مربوح.